على مر السنين ومختلف الأزمان والأوقات تظهر المواهب وتبرز بعض الأسماء التي أمتعت وقدمت طوال تاريخها مستويات وإنجازات بفضل ما يمتلكونه من مواهب استطاعوا أن يطوروها ليفيدوا ويستفيدوا. وعند الحديث عن النجوم لابد أن نذكر اسما بارزا خدم ناديه ووطنه وقدم الكثير، هو الأسطورة وفيلسوف الكرة السعودية يوسف ناصر الثنيان، قائد الفريق الهلالي وصانع أمجاده طوال الفترة التي قضاها في الملاعب. ولم يكتفي بذلك، فمشاركاته العديدة في منتخباتنا الوطنية ساهمت في بروز هذا الفنان. فمحبة الجمهور الهلالي لهذا العبقري لم تأتي من فراغ، فموهبته تجلت من خلال ما قدمه لفريقه، جعلت من الهلال أكثر الأندية السعودية إحرازا للألقاب. فالنمر الهلالي متميز بأخلاقه أجبرت الجميع على احترامه وتقديره، فلهذا النجم تقدير خاص ليس من الهلاليين فقط، بل كل من يحب ويعشق الفن الذي أعاده يوسف لملاعبنا. فعند وضع هذا النجم لأقدامه داخل الملعب لابد أن تستمتع بكل ما يقدمه لأنه يوسف فقط. فمحبوب الجماهير أطلقت عليه ألقابا عديدة، منها الدكتور والنمر والفيلسوف والعبقري، فهنيئا لهذه الألقاب بيوسف. وأعاد يوسف الذكريات بمشاركته الفعالة في المباراة النهائية ضمن حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب بين الهلال والاتحاد، وقدم لمحات رائعة أعادت البسمة للجماهير، وأكدت أن يوسف هو يوسف مهما تغير الزمن وعامل السن. فبالرغم من قصر مشاركته في هذا اللقاء، لكنه جعل لها بصمة خاصة وسجل هدفا وحيا جماهيره على طريقته التي اعتدنا عليها، وبعدها خرج وحي الجميع. فالنجوم لا ينسون بسهولة، وخاصة إذا كان يوسف.